اهبل. انا شكيت في كده برضك يا دوله، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصوا لك انت بصات غريبه. ايه ده؟ انت ايش عرفك يا دوله؟ انا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجر الجاموسه، وهي طبعا الجاموسه كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دوله، هو انا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمز، يعني انت خدت الجاموسه وديتها جنينه الحيوانات وبعدين وديتها الهرم وبعدين جبتها على هنا، المسافه دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دوله ما يصحش، يعني انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باص مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك الدوله؟ يا ابني انا عارف كل حاجه يا ابني. ولا رمزي إيه؟ الجاموسه دي لو ما مشيتش من هنا النهارده انا هتبعها. هتذبحنا انا ليه دول؟ هتذبحنا انا؟ الجاموسه الثانيه انت هقول الحمار، لو ما مشيش هتذبحه، الجاموسه لو ما مشيتش هتذبحها. لا دول لا، ده انت تذبحنا انا احسن. لا انت مالك تحسني من دنيا؟ خلاص مالكم كلكم عايزين من ايه بقى؟ على فكره أم رمزي أكبر مني بخمس سنين. يعني إيه؟ حضرتك توصلي إن حياتك عايز تتجوزي يا طنط ولا إيه؟ تيتا إنعام بتقولي إن هي عمرها ما هتفكر في الجواز. بس يا بت هيب. والله أنا لو واحد اتقدم لي اسمه جليات ولا جليتا ده أنا شخصياً أسيبه بس علشان اسمه. حوش حوش يا مجيدة، حوش العرسان عمال يتحدفوا عليكي يا أختي لدرجة انك بترفضيهم عشان اساميهم مش عاجباكي. شات اب يو شات اب. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على مامي كده. بت 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 ايدي الهون، انتي مش انتي اللي تقولي اتكلم واقول ايه ولا ما اقولش ايه؟ انتي يا بنتي انتي بطلي تحطي نارك من نار اختي يا بنتي بطلي. الله، وهي غلطت في ايه؟ وهي مجيده لقت حد يتجوزها وما اتجوزتش؟ ها ها ها، انتي بس عشان متغظانه جدا مني علشان انا احلى واصغر منك بمراحل يا حبيبتي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، الله ما يصحش كده. ياسمين انتي اللي مقعدك هنا، قومي خشي اوضتك. هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى غلطان؟ يا بت قولي خشي اوضتك، خشي اوضتك، يلا اتحركي. احلى واصغر ايه يا مجيده؟ ده انت من يوم ما جوزك قدم استماره سته من الدنيا كلها ومشي بسببك طبعا، الا ما حد عبرك، الا ما راجل بصلك وانت معديه، اديني اماره. اصل انت بس اللي عندك الزهايمر يا حبيبتي، انت ناسيه المعلم نفخ وجري ورايا وحكي قد ايه. مامي يعني انت زعلانه من جليطة ومش واخده بالك خالص من نفخه ده؟ لا يا حبيبتي جامي. ايه نفخه؟ نفخه يعني تخين ومربرب. يا بنتي ما مامي أصلا رفضته عشان اسمه. لا يا حبيبتي مش عشان خاطر اسمه، عشان بيشتغل جزار. جزار ايه يا ماما؟ ده قعد ساعة جنبها يقول لها أنا بشتغل جزار، أنا بشتغل جزار، في الآخر طلع بيبيع جزر. جامي يو ستوبل. طيب دولا انت معد مروحك دلوقتي، يعني مش عايز اي حاجه مني قبل ما انت تمشي بالسلامه؟ كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبه كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبه كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسه علبه ب3 جنيه. ايه ده ايه ده ليه يا دوله؟ ما تاكل زينا. بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجه ان انا بفكر بقى اديها الفرشه بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ايه ده ايه ده ده ليه يعني يا دوله ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 لا، اوعى تقول عليها كده، لا عيب يا رمزي، دي بركتنا يا ابني. لا يا دوله بركتنا ايه يا عم؟ لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دوله من الاخر كده هون، ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا يا دوله ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرقي كده هون على الجاهز زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره، وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دوله سلام. براحتك يا رمزي براحتك. يا نهار اسود، الجاموسة فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من البازار.
السلام عليكم. ازيك يا دولة؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دولة، في لحمه جايه لي كمان شويه يعني، فانا عايزك بقى تاخدها كده وانت تعمل لنا عليها سندوتشين حلوين كده. بس بقول لك ايه، مش مراتك اللي تطبخ ها؟ علشان يعني اكلها وحش قوي. لحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دولة، ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى المعلم سطور الجزار، وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين؟ مش فاهم. هو قال لي كده دولة، وقال لي كمان تعالى يا رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانيه ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولة في ثانيه يا دولة، اصل انت مش فاهم. دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمه ليا انا بقى والغلابه كلهم. دار مسنين بتدفع لكم لحمه مش بتدفع فلوس، وانت وديت الجاموسه عشان يلا انا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا معلم سطور حبيبي. ازيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي، ده نصيبك من اللحمه، دي بقى الراس، مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا، قتلتها قتلتها يا مجرم، قتلتها يا مجرم، مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا دبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور، احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها؟ تحت امرك يا باشا. سلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. زفت. يالا رمزي سامحيني ياما، سامحيني ياما، ما كانش قصدي والله. يلا رمزي خلاص يلا بقى، وبعدين امسك نفسك يعني، ما ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا دولة والله، وهي اتقطعت برضو ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه حمرها. معلش معلش ما تزعلش ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا دولة هي قالت ومشيت على طول. دولة اخر كلمه قالتها كده؟ دولة حبيبتي. طب دي كان معناها ايه يعني؟ هي قالت لي مع السلامه، كان قلبها حاسس كده. قلب الام، قلب الام. يلا وكانت صاحيه وبتلعب، يلا مش اشكال. يا رب بقى ربنا يطرح لنا البركه في راسها بقى. ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يالا؟ ده احنا عندنا لحمه كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يالا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسه؟ طبعا، ما غبيه زيك اكيد فاكره نفسها فرخ.